الدكتورة هند بنت عبد العزيز القاسمي رئيسة نادي الإمارات الدولي للأعمال BPW Emirates. بالنسبة لرسالة نادي الإمارات الدولي للأعمال، فإن ريادة الأعمال تمثل جزء كبير لا يتجزأ من رسالة النادي، ويعزز أيضا رسالتنا. وضعنا آلية لاحتضان الشركات الناشئة ودعم رواد الأعمال. الكثير من أعضاء النادي يتمتعون بإمكانيات هائلة لإقامة شركات ناشئة بكل ما يملكون من أفكار مميزة وواعدة. وأيضا لدينا منظومة الشراكات والتمثيل خارج دولة الإمارات العربية المتحدة، يعني إحنا لا نعتمد فقط على التمثيل المحلي، ولكن هناك ما يزيد عن 58 من رجال وسيدات الأعمال يمثلون النادي في 58 دولة حول العالم. هذا الأمر اللي طلب منا أن نخلق فرص أو نخلق اقتصاد ومجتمع يقوم على الذكاء الاصطناعي. نادي الإمارات الدولي للأعمال يتطلع أن ينقل هذه الأفكار الخلاقة لريادة الأعمال بمساعدة الذكاء الاصطناعي، ونأخذها إلى حيز الإنتاج. لكن بالتأكيد علينا أولاً نخوض رحلة التأسيس والتسويق التجاري، ونستعين بجهات حكومية تدعم، وهذه الثقافة ثقافة تكون جامعية قادرة على استشراف المستقبل. كذلك خصصنا النجاحات القادمة من خلال الذكاء الاصطناعي، وبالتعاون مع شركاء في هذا المجال بالتأكيد إن شاء الله رح نستطيع أن نطور حاضنات أعمال لدعم الأفكار الخلاقة. دولة الإمارات كما تعلمون تتصدر ولله الحمد عربيا في مؤشر الابتكار العالمي، ويعتبر الابتكار بالنسبة لنا من المحاور أو عنصر من المحاور الوطنية لرؤية دولة الإمارات التي تندرج تحت عنوان متحدون في المعرفة، يهدف إلى تحقيق اقتصاد معرفي متنوع ومرن تقوده كفاءات إماراتية ماهرة تعززه أيضا أفضل الخبرات، بما يضمن لنا الازدهار بعيد المدى لدولة الإمارات وشعبها. الابتكار يعتبر عامل وداعم أساسي في مسيرتنا في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأيضا استنادا إلى كل الإنجازات اللي حققها نادي الإمارات الدولي للأعمال وبكل فخر خلال الفترة الماضية، تشكل لنا ضمانة لكل أعضاء ومنتسبي النادي لرعاية وتطوير هذه الأفكار والابتكارات، وأن تحول إلى مشاريع مزدهرة تسهم في المحافظة على مكانة المرأة بشكل خاص في ريادة الأعمال، وأيضا على مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كوجهة مفضلة للأعمال والاستثمارات. الإطار العام لتعزيز منظومة الابتكار يشتمل على 5 محاور، هي المواهب، المعرفة، التمويل، المساحات والأماكن، الطلب والثقافة والمحفزات. في مجال المواهب والمعرفة يستهدف هذا الإطار إدارة وجذب المواهب، والمواهب أيضا التقنية وخبرة ريادة الأعمال والشركات، وأيضا بناء القدرات في مجال التكنولوجيا والابتكار. مشاركة نادي الإمارات الدولي للأعمال اليوم في هذا المؤتمر بالنسبة لسعادة الشيخة هند تعتبره كرنفال ريادي لتسخير التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في الجانب الاقتصادي وريادة الأعمال. هذا بالتأكيد راح يسهم بشكل كبير في تحديد التحديات وايضا خلق فرص لبرامج الابتكار والذكاء الاصطناعي ورياده الاعمال. راح نقدر ان احنا نمكن ما يسمى بالتنوع الاقتصادي اللي هو مطلوب في هذا الوقت. يعني باختصار مشاركتنا اليوم هي مساهمه فعاله في تمكين الاقتصاد الرقمي، ونادي الامارات الدولي للاعمال يعتبر كشبكه اعمال للتشبيك بين جميع الاعضاء على مستوى الدول اللي يتواجد فيها تمثيل للنادي، حتى يتم الاستفاده من تبادل الخبرات والاستفسارات، سواء كانت استفسارات قانونية أو في مجال الأعمال أو استفسارات استثمارية ممكن تهمهم داخل دولة الإمارات وفي دول التمثيل الإقليمي والدولي. هذا طبعا راح يعمل على تسهيل الكثير من الأمور والرد على كثير من الاستفسارات، راح يعزز من التعاون المشترك في حضور مؤتمرات أو أنشطة متنوعة، ممكن حتى أنه يسهل إدارة المشاريع وتنفيذها، ويوسع الشراكات المحلية والإقليمية والدولية. هذه نبذة متواضعة عن هذه الأيقونة الجاذبة للكثير من رواد الأعمال والمستثمرين والمهتمين على مستوى الوطن العربي والمستوى الدولي. هذه الأيقونة هي نادي الإمارات الدولي للأعمال. شكراً لثقتكم، شكراً لتاحتكم هذه الفرصة لإلقاء كلمتنا المتواضعة، وأنقل لكم تحيات سعادة الشيخة الدكتورة هند بنت عبد العزيز القاسمي رئيسة نادي الإمارات الدولي للأعمال. كانت معكم المستشارة سلوى الرحمة من الإمارات.